مرحبا، السلام عليكم، اهلا وسهلا رمضان كريم، يا ربي يدخل علينا وعليكم الصحه والسلامه يا ربي. بزاف منكم طلبوا مني البغرير، وصراحه عندي واحد الوصفه رائعه جدا، هي ديال الام ديالي، كيجي لذيذ وكيجي مفشفش صراحه، واحد المنظر غادي نخليكم تشوفوا وتتبعوا معايا حتى الاخير. صراحه ما طولت لكمش في الفيديو، فيها ميم با دو مينوت، جوج دقائق. تبعوا معايا مكونات جد بسيطه والنتيجه رائعه، هائله 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 بامتياز. دونك في الاول غادي نحتاج واحد جوج كيسان ديال السميد، واحد الكاس ديال الفرينه، غادي نحتاج واحد الملعقه ديال الخميره، غادي نحتاج واحد شويه ديال الملحه، واحد شويه ديال السكر، وفي الاخير غادي نحتاج واحد الخميره ديال عاديه زعما ديال 8 غرامات. دونك واحد الخلاط، غادي نخلط جميع المكونات ونخلي الخميره ديال برا زعما الساشي ديال الخميره حتى الاخير. دونك غادي نخلط يعني المكونات الاولى، من بعد ما يجي يتجانسوا لي مزيان غادي نضيف الخميره ديال الحلوه. دونك هذا هو السر، ملي الخميره نخليوها في الاخير، غادي نخليوه واحد 3 حتى 5 مينوت يرتاح، من موراها غادي نبدي عمليه الطهي ديالو. دونك انا بعد ما خليته يرتاح، دونك هنا غادي نبدا مع عمليه الطهي ديالو. شوفوا صراحه كيجي لذيذ زوين، وحتى المذاق ديالو رائع جدا، كيجي خفيف، اللذه ديالو في الخفه ديالو، والسر ديالو هو الخميره ضيفوها حتى الاخير، صراحه كيجي جد رائع. كنضرب لكم موعد في القريب العاجل ان شاء الله تجربوا الوصفه الرائعه جدا، ما غاديش تندموا عليها، وان شاء الله تنال الاستحسان ديالكم. تبارك الله عليكم ومرحبا بكم عندي في القناه.